مساء الخير، تحية. أواصل معكم الحديث حول قبيلتي زدك، التاريخ والنسب والأرض. أعتقد أني بلغت الحلقة الثامنة، والأضواء سأوجهها إلى شخصيات القائد عدو به عظيم أيت يزدك، عظيم قبيلة أيت يزدك، والوجه الذي أربك الحماية الفرنسية. سلطات الحماية الفرنسية فاستدعى الأمر تدخل المقيم العام جوان سنة 1947 لتنحيته. أشرت في الحصة الماضية إلى أن العمليات العسكرية الفرنسية صاحبت معها ترسيخ وجهين: إحداث الإدارة الحديثة، المكاتب الإدارية، بيرو، ومد أسلاك الهاتف للاتصال وشق طريق العربات، وبموازاة ذلك إحداث المشيخات والقيادات ودعم القواد التقليديين جمع قائد. وكان الوقوف في الحصة الماضية عند التقطيع الإداري لسنة 1919 والتقطيع الإداري لسنة 1933، ثم التقطيع الإداري لسنة 1947، وهو التقطيع الذي فرضه تصرف القائد عدو به. وقد عرجت إلى القائد، لكن بدون تفاصيل صغيرة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه أو الذي يحيط بنا، السؤال الذي يحففنا كالسياج: ما معنى القيادة؟ ما المقصود بالقيادة؟ أقول الآن في التقطيع الإداري، القيادة لا وجود للقيادة في التقطيع المهم، هناك ملحقة فقط وجماعات قروية، جهات، لا وجود لمصطلح للقيادة بما هي مجال ترابي. فالقيادة مفهوم تقليدي، لذلك أحب أن أقف عند هذا الوجه التقليدي للحماية الفرنسية، وجه القيادة التقليدية القطاعية العشائرية. ولقد اجتهد بول باسكون، إذ نسب المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر إلى هذه القيادات، ونعت المجتمع المغربي بعبارات القائدية المخزنية. المجتمع المغربي ليس مجتمعا فيوضاليا في نظر بول باسكون، ولكن نمط السائد نمط القائدية المخزنية. ويعني أن القائدية نمط اجتماعي، وجه من أوجه الذاكرة المغربية. والقيادات المؤسسة التقليدية تعود إلى العصر المرن، وللجنوب المغربي تجربة قوية في التعامل مع هذه القيادات. وتجب الإشارة إلى أن سكان تافيلات، وخاصة العمال الزراعيين منهم الحراثي، وهم أقليات عرقية، باتوا يتذكرون محنتهم واضطهادهم في عهد القائد عدو به، عفوا، في عهد القائد بالي المريني، الذي تعامل معهم كما لو كانوا دوابا. وشهدت منطقة انجداد بوعلي آخر في بداية القرن العشرين، بوعلي التزارني، في القوات يذكرون بالاضطهاد، في القوات يذكرون بالعنصرية، والقوات يذكرون بالزيغ وبكل السلوكات المنحرفة، وكثيرا ما يسوء ذكر قائد ما. وفي مجال القيادة التقليدية بوسط أيزدك، لا يزال الشيوخ المقدمون يعبثون، وإذا حدثت التسعينيات من القرن الماضي
لا يزال شيخ ينزل بالضرب على المواطنين وتقديمهم تحت إشراف القائد يزيك للتحقيق معهم في أسوأ الأحوال. والمثال من زيز العهد. ولقد قدمني أحد الشيوخ للتبتيت والإهانة يوم الجمعة 21 من شهر أغسطس من العام 1987، ولقد أمر الدرك بالرشيدية أن يرحضوا بجانبي، أمروا أن يبللوا جسدي بالبول، لا لشيء سوى أني أطالع كتب الفلسفة، لا لشيء سوى أني متهم بالإلحاد. ومن يطالع كتب الفلسفة ويطالع كتب ماركس فهو ملحد، كذلك يفهم الشيوخ ويفهم القواد. لقد بكتني الشيخ وحاول أن يصدر حقي في الاهتمام بالفلسفة، حقي في القراءة. ولقد ظل شيخ آخر في بساط جبال نزالة وجبال شمال قرامة كان يعتقل المواطنين ويشد وثاقهم بحبل إلى إحدى أشجار العرعرة في الثمانينيات من القرن الماضي وبداية التسعينيات. وهناك شيخ آخر كان يفرض على السكان أن يجروا سيارته رونو 4 وقتها كلما أصابها عطب، يجرونها كما تجر الدواب المحراث. لكن وجب أن نستثني من أولئك الشيوخ وقتها، وجب أن نستثني المرحوم الشيخ زيد ناتي السمور الذي دافع عن القيام إلى آخر رمق وشهد على خصاله أحد المناضلين كان في الرأي الجزائر في الستينيات من القرن الماضي وعاد بعد العفو الملكي في آخر التسعينيات من القرن الماضي. كان يقر بأن زيد ناتي السمور تضامن معه. ويمكن العودة إلى خصال زيد ناتي السمور إذا رغب أبناؤه في ذلك. سأستشير مع أبناء الشيخ زيد وإن وافقوا سأعود إلى ذكر زيد ناتي السمور. وباختصار شديد تعني القيادات لدينا منطقة الريش وزيز تعني المبالغة في استعمال السلطة، تعني إهانة السكان، تعني السماح للعوان بالعبث والفساد. وكثر القواد الذين يفحشون مع النساء بالوسط القروي وربما بالوسط الحضري. وقد توفي في وقت متأخر شيخ كان يوزع وصلة الدقيق للنساء مقابل استغلالهن جنسيا. وطالما يعجز القواد الصراع بين القبائل ما حصل سنة 1997 التي تؤرخ للصراع بين أيتهيا وأيتهددو. سأعود إلى الموضوع بعد التعريف، تعريف القيادات بعد قليل من الزيغ. أشرت في الحصة الماضية إلى وفاة سيدي موح الحمزاوي، القائد سيدي موح الحمزاوي سنة 1944، وخلفه سيدي عبد الله بن عمر، وحصل قبول ترشيحه بصعوبة بفعل التهم عدوا به. وإن القائد عدوا به كان يتدخل في شأن قيادة الحسن ولد حمو الفرقاني وقيادة الحمزاوي فكانت ناحيته. وسلفا أن قلت إن القائد عدو به سيجري تناوله في حصتين، حصة التعريف به بصفته قائدا حربيا بزغ سنة 1920 أي منذ الانسحاب العملي لهيجتك من الفيدرالية الأساسية في المان بمعركة تاكاسيفت إلى ناحيته وقت حصل ذلك في الحصة السابقة. والحصة الثانية أي هذه الحصة تتعم سلوك القائد عدو به وطموح القائد عدو به وأخطاء القائد عدو به. وقلت إن هناك
تشابه بين القائل عدو به وابراهيم السمور. عفوا اقول هناك تشابه بين القائد عدو به وابراهيم السمو. اذا كان السوسيولوجيون الفرنسيون لا يشبهون القائد عدو به بالقلاوي، انا اشبهه بالشيخ ابراهيم السمو. يكمن التشابه بينهما في رغبتهما في توسيع المجال ليزدهر، حيث سعى الشيخ ابراهيم السمو لاحتلال اقصى الاراضي الزراعيه وموارد الماء في حوض قير وزيز وواد أوطاد قرب ميدالت. القائد عدو به يبتغي حوز الأرض لفائدته وقت حزة الدور، حطبة الدور وبساط أسرته، ويملك 2000 هكتار و 4000 شاة. ورغم ذلك يرغب في توسيع قيادته، حيث يرغب في توسيع قيادته على حساب قيادة الحمزاوي وقيادة الحسن بن حمو الفرقاني، وعبر عن ذلك الموقف في مناسبة كثيرة. ولا يفتاء القائد عدو به يهين القائدين حسن بن حمو وسيدي عبد الرحمن بن عمر الحمزاوي بتعبئة الشعراء الأمازيغ لينقطعوا لهجائهما. وهناك أبيات من نوعها حول القائد حسن بن حمو، ولم ينجو القائد عدو به هو نفسه من هجاء الشعراء. يا بن بسو، يقول بن بسو: أهل الزيز لا تنسو، خرجوا عطيو السلام الغسو، عدي راه نقطع حسو والخدمة قدرت عليه. أهل الزيز لا تنسو، خرجوا عطيو السلام الغسو، عدي راه نقطع حسو والخدمة قدرت عليه. عدي دارها له رايو هاديك ديالتو خليه، كيف سيدنا يادم في الجنة صارت بيه كلام من جرة الحرام وناط كيهز كسيه. ورغم ذلك يبقى القائد عدو به شخصية أمازيغية دافعة عن الهوية الثقافية الأمازيغية. استقبل الشعراء وأكرمهم واحترم الزوايا بالوسط الأمازيغي والأضرحة. قد يقول أحد إنه ناصر الاستعمار الفرنسي. نعم، ناصر الاستعمار الفرنسي التزاما بموقف قبيلة أيزدك وقرارها منذ سنة 1911. لذا تعذرت قيم دور القائد عدو به بمعزل عن القبيلة. لا نتحدث عن عدو به بما هو فرد انديفيدو، بما هو شخص، ولا نناقش هنا الفرد عدو به بمعزل عن القبيلة. ولا يختلف القائد عدو به في سلوكه عن القوات المغاربة منذ العصر المرين. إن الأخطاء التي ارتكبها عدو به لا تكمن في ممارسة الجنس مع النساء، فقد فعل ذلك القواد جميعهم. ولقد استمر الفعل العادي الاستقلال ولم ينجو منه الشيوخ. فالأخطاء التي ارتكبها عدو به متصلة بتدبيره الأمور بدون تنسيق واستشارة مع الضباط الفرنسيين. فكان أن واجهه رسو، وذاك واضح في قصيدة الشاعر بن بسو: أهل زيز لا تنسو، خرجوا عطيو السلام الغسو، عدي راه نقطع السو والخدمة قطعت عليه. عدي دارها له رايو، يعني أن عدي لا يستشير مع القبطان روسو. التشابه الثاني بين عدو به وابراهيم السمور يكون في التشبث بالأرض وإلباسها لباسا عشائريا إثنوغرافيا. فإذا كان الشيخ ابراهيم السمور قد بسط نفوذه على تلال وعمر واد قير بالعشائر اليزدكية، فإن القائد عدو به ضيق الخناق على الأقلية العرقية بواحد تعلالين، فارتفعت هجرة هؤلاء إلى ميدالت. ومن أبناء هذه الأسر من يجهل أهله بتعلالين بفعل الطمس الناتج عن الخوف. عدو به كان يرغب في أن تصبح واحد تعلالين خاصة بقبيلة أيزدك،
ونفس الفعل ينسحب على سكان زاوية سيدي بوكيل الذي حب بعضهم الهجرة إلى الحاجب وسهلي سايس. التشابه الثالث يكمن في الاستعانة بالقوى الخارجية بعيدا عن المجال ليزدكي لقوية القبيلة. فبعد أن كسب إبراهيم السمور وده ود المخزن عفوا فبعد أن كسب إبراهيم السمور ود المخزن عمل القائد الدبي على كسب ود سلطة الحماية الفرنسية، لكن كلاهما تمرد عن القوة المدعمة، فكان إعدام إبراهيم السمور بعد ربما في الخمسينيات من القرن التاسع عشر، وتنحية القائد عدوبه الأولى سنة 1947. التشابه الرابع، التحالف الاستراتيجي مع القبائل المنطوية تحت اللواء فيدرالية آسيا في المآن، فكلا القائدان يعول على تحديد دوائر مرغان. التشابه الخامس، الاعتماد على الزراعة المصرية وخاصة الفص والشعير لضمان غذاء الخيول وتربية الماشية وممارسة الفروسية وتدريب أعيان القبائل على الحرب وبناء القرى الدفاعية المحصنة. التشابه السادس، الإيمان بالنقاء العرقي اليزدكي، وتود الإشارة هنا إلى أن القائد العدوي يقدر عاليا عشيرة إتحاحه ولافته ويستشير مع أعيانه في كل كبيرة وصغيرة. وكلا القائدين حريص على حماية المجال اليزدكي، وكلاهما يحمل في ذهنه الوعي بالمجالية الثقافية. التشابه السابع، الحرص على الدفاع عن العرق الأمازيغي والعادات الأمازيغية والتقاليد. يحكى عنه أنه كان يحب الشعر الأمازيغي والرقص والفكاهة، ونادرا ما كان يعاقب الشعراء الذين يهجونه ويفعل الجلاوي، وكان يصاحب الشاعر أهدى كلما أهد خوض معركة معينة. الشاعر أهدى يثقن الزغر ذاك المرأة، وله عروض مسرحية استرعت انتباه الفرنسيين. التشابه الثامن، فرض واجب الصخرة على كل الفلاحين المقيمين بتعلن وبخلف وتليشت وزيز، إذ يتناوبون على العمل في طيعاته لمدة 4 أيام بحيواناتهم أثناء الحرث والدراس وتسميد الأرض بروث الحيوان. لكن عدوا به طالما ينتقم من السكان، فكلما دعا أحد الفلاحين وابتغى أن ينتقم منه، كلما دعاه إلى العمل في طيعته لن يتردد أحيانا في استخدام زوجته الفاحشة. وما أكثر الناس الذين هاجروا واختفوا لا لشيء سوى أن القائد فحش مع نسائهم، ومنهم من يكظم غيظه أو كمن ظل يكظم غيظه وتجاوز اللحظة. لذلك عبرت الأقلية العرقية عن فرحها بتنحية القائد عدو به سنة 1947. وللإشارة فقد أعد له قبرا رمزيا بموطئ جرديسلي على الطيفة اليمنى لوزيز، ونظموا أشعارا في ذلك نحو أيا يرور نتي زي ما كوني علان، أيا يرور نتي زي ما كوني سعلان، والناد يوليني يرزار شي سلي، أيا يرور نتي زي ما كوني سعلان، ونادي لني يرزار في سليم، يا يرور انت زي ما كني سلام، ونادي لني يرزار في سليم، سيرو من كبرك يا ركام الأحجار بالفج، كل ما يمر عليك يضيف لك حجر. نعم، نشأت عظمات القائد عدوبي باستنزاف السكان وبدعمهم له، كل يعطي القائد عدوبي نصيبا من حصوله. وهناك من التزم الحياد في شعره مثل أبو سيس،
شغل خلاط رنيني وري لي وري يا زعما انت نحتاجين باطين سيني خربي ورسيدي الدراره مشاغول خلاط رنيني وري لي وري يا زعما انت نحتاجين باطين سيني خربي ورسيدي الدراره مشغول خلاوة ترنيني وريلي ورياسة منتا شتيتين باطين سيني خربي ورسيدي ترارا إن اقتفيت أثارا قلت في نفسي لا شبيه له في الرجولة وإن تذكرت قضايا قلت ربي لا تسهل عودته سأقف عند هذا الحد وسأعود في الحصة المقبلة إلى الحديث عن تنحية القائل عدو به الثانية أي بعد أو بعد استقلال المغرب بعد تعيينه عاملا على إقليم تفيلالت تنمر نون تمن سوين تسنى في الدوكلا تمرس تدرس سلخ الدغولخ الدغولخ السيولخ في القايد عدو به.